مركزها وأطياف. نشاط طلابي بيقوم بيه عدد من الشباب في كلية هندسة جامعة حلوان، هدفه عشان يكونوا أكثر احترافية لخوض سوق العمل عن طريق التعاقد مع شركات عالمية بتتولى تدريب الطلاب بدون أي مقابل. فريق فليكرز مؤمن إن كل الشباب بينطلقوا من نقطة واحدة هي الجامعة والدراسة، لكن بالتركيز في مهارة كل واحد وإمكانياته ومحاولة تطويره هتلاقي ليه لون بيميزه عن الآخرين. ودي كانت فكرة شعار فليكرز، العمل وإعداد الذات بشكل جيد أشياء مطلوبة في حياة أي شاب، بس الدولة ما بتوفرهاش وما بتهتمش بيها، ودي الفجوة اللي فريق فليكرز بيحاول إنه يقللها قدر المستطاع عن طريق برامج وكورسات بيعدي بيها الشباب لخوض سوق العمل. واحنا بنتكلم عن ان في مشكله ان الواحد يلاقي وظيفه كويسه، وان في طاقات كتيره معطله في البلد، كمان في مهارات لازم يكتسبها الشخص المتقدم لسوق العمل علشان يقدر يحقق لنفسه اكبر قدر من الامكانيه في تحقيق فرصه عمل مناسبه، وفي تطوير نفسه كمان عشان يكون شخص مفيد للمجتمع وللمكان اللي هو بينضم لي. مبادرة فليكرز هي مبادرة إيجابية جدا من شباب موجودين معنا النهاردة، أو بعضهم موجود معنا النهاردة في استوديو. أحمد أشرف مسؤول الموارد البشرية في فريق فليكرز، صباح الخير. صباح النور. ومعنا باسم إيهاب هو أحد الأعضاء المؤسسين في فليكرز، وبسبب فليكرز قدر الحمد لله أن هو يحصل على وظيفة ممتازة في شركة اتصالات عالمية، وبيدرس حاليا في منحة ITI بالقرية الذكية. صباح الخير. نور. أحمد، عايز أعرف أنتوا الفكرة أن أنتوا تبتدوا تعملوا فليكرز جات من معاناة مثلا أنتوا شفتوها في ناس حواليكم، فقررتوا أن أنتوا تكونوا إيجابيين وتعملوا الخطوة دي ويكون في مكان يوفر المهارات اللي ناقصة مثلا عند الخريج الجديد؟ هي بداية احنا لقينا أن الطالب بيدخل الجامعة بيقعد 4 سنين دراسة أكاديمية بحتة، يخرج لسوق العمل ما بيلاقيش أي، بيلاقي فجوة بين الحاجات اللي هو درسها والحاجات اللي هو هيمارسها بعد كده. طب الفجوه دي جايه منين؟ جايه نتيجه ان الدراسات عامه مش مؤهله ان هي تؤهلنا لسوق العمل. الدراسه كلها اكاديميه بيبقى فيه ناقص الجزئيه العمليه، يعني العمليه اللي هي سواء مهنيه او غير مهنيه بتبقى فيه حاجات ناقصه فيها. فمن هنا جت الفكره ان انتوا تبتدوا بنبتدي يعني احنا بقى 2010 تمام. هي بدات في سنه 2010، خدنا سنه 2010 اعداد تقريبا ليها، سنه 2011 اللي هو السنه اللي فاتت نزلنا باول ايفنت لينا، والسنه دي تاني سنه لينا. طيب الايفنتس اللي انتوا بتعملوها بتعملوها فين والشباب بيعرفوا عنها ازاي؟ واحنا مقرنا هو يعني كليه الهندسه جامعه حلوان، الايفنت اللي بنعملها بتبقى غالبا جوه الكليه عندنا لان هو ده المقر بتاعنا، بس مش لخريجين الكليه فقط، مش لخريجين الكليه فقط، لاي خريج او اي طالب في مصر، ان احنا هدفنا ان احنا نبقى المحرك الرئيسي لتنميه الشباب او الطلاب في المجتمع. فده بيندرج تحت ان احنا بنعمل برامج عشان ننمي مهاراتهم الحرفيه والغير حرفيه بالتعاون مع بعض الشركات العالميه. طيب الناس بتوصل لكم ازاي؟ يعني بتعرف عنكم ازاي؟ تعرف عن فليكرز ازاي؟ هل لكم موقع مثلا على الانترنت؟ هو حضرتك بدايه احنا لحد دلوقتي احنا واخدين مقر في هندسه حلوان، بس مبدئيا انا طالب في كمبيوتر ساينس جامعه حلوان برضو. عرفت فليكرز عن طريق اصحابي، كان احد المؤسسين ليها كان صاحبي، فقال لي تعالى قدم معانا وهتستفاد وكده. فاللي بيجي يتقدموا معانا حاليا احنا مقرنا في هندسه حلوان، بس ممكن ان هو يجي يقدم عن طريق الويب سايت بتاعنا او عن طريق الايفنتس والبابليست اللي احنا بنعملها على الفيسبوك. طيب بالنسبه للكورسات، مين اللي بيحدد نوعيه الكورسات وايه التدريبات ومين اللي بيقوم بالتدريب؟ تمام. بالنسبه للكورسات احنا بنبدا نشوف سوق العمل محتاج ايه، ودوت هيبدا هنبدا عن طريقه نأهل الطالب ان هو ياخد الكورسات ديت. مين اللي بيدي الكورسات ديت؟ بيدي الكورسات ديت مديرين في شركات عالميه عشان نبدا ننقل الخبره العمليه اللي هو مر بيها في حياته للطالب. فالطالب لما بيتخرج بيبدا يكون عنده غير المؤهلات الدراسيه بعض الخبرات اللي اكتسبها في التدريبات اللي بياخدها عندنا. طيب انا سمعت من التقرير ان ما بيكونش في مقابل مادي للتدريب، مين اللي بيصرف على الكورسات دي، اللي بيدفع للمدربين والشخصيات اللي بتيجي تحاضر الطلبه؟ هو احنا عندنا لجنه كامله بتبقى مسؤوله عن التمويل، سواء التمويل ده كان مادي او اكاديمي او ماتيريالز هما بيدوها لنا، مقابل بتبقى في زي شراكه بيننا وبين الشركات دي، بيبقى في بنفيت باكج هما بياخدوها وهما في المقابل بيديها. زي ايه يعني البنفيت باكج او المميزات؟ المميزات ان هما يعني مش هخش في تفاصيل بعد كده، بس هي الطالب اللي بيجي يتقدم معانا لو هو مثلا مؤهل والشركه دي محتاجاه بعد كده بتيجي ممكن تقدر تستفاد منه هو يجي يقدم في الشركه وبعد ما يخرج يشتغل فيها. مظبوط. طيب ايه الكورسات اللي لغايه دلوقتي فليكرز قدمتها، وايه الحاجات اللي انتوا شايفين انها ناقصه لسه عايزين ان شاء الله تستكملوها قدام؟ هو احنا السنه اللي فاتت قدمنا 4 كورسات، اداره مشاريع اللي هو بروجكت مانجمنت، وموارد بشريه الاتش ار،
والسبلاي تشين مانجمنت والكواليتي كنترول. احنا بنحاول نتوسع اكتر، نقدم ماركتنج وسيلز التسويق والمبيعات، ونحاول نتوسع. احنا بنقدم كورسات الليدرشيب القياده يعني. فكل ده احنا بنحاول نتوسع. مش السواقه، القياده تكون قائد يعني. الرياده ممكن بالظبط. فاحنا بنحاول نتوسع، نشوف على حسب السوق محتاج ايه والشركات العالميه بتبقى محتاج ايه، احنا بنحاول نوفر دوت في يكون في الطلاب الشباب الخريجين الجديد. هل كل المتقدمين للكورسات دي لازم يكون خريج جامعه، ولا في ناس ممكن تكون مثلا معاها مؤهلات متوسطه؟ لا، احنا الكورسات دي بنقدمها لسه للطلبه مش الخريجين يعني. احنا بس قصدي لازم يكون في جامعه ولا ممكن يكون اي اي طالب في اي طالب؟ لا، هو اي طالب جامعي بيقدر ان هو يقدم الكورسات دي، سواء كان في جامعه حكوميه او غير حكوميه. واحنا هدفنا السنه دي ان احنا هنترجت عدد اكبر من الطلبه اكتر من السنه اللي فاتت ان شاء الله. ان شاء الله. طيب، كنت عايز اعرف من خلال خبرتك يعني، يمكن انت باسم انت كنت مؤسس صحيح في فليكرز، لكن انت كمان خدت كورسات، ايه اللي اضافت لك ليه، وازاي حسيت انها اهلتك لفرصه عمل كويسه في شركه عالميه بعد ما خرجت؟ اول حاجه هي فليكرز تحت لي ان انا اتعامل مع اشخاص كتير، سواء في مناصب مثلا قياديه زي مديرين شركات او اشخاص مختلفه كتير. ادتني ثقه في نفسي، ادتني ان انا لازم اجرب عشان استفاد. مش مهم اغلط، طبيعي جدا ان الواحد يغلط، ان احنا لسه ما عندناش خبره. كل التعاملات ديت هيئت لي ان انا اقدر اعمل مثلا انترفيوز في شركات كتير، فاخرج واثق من نفسي ان انا اخش. يبقى حلم ان انا اشتغل في شركه عالميه، مش خايف جدا اخش واحاول. بجانب ان شغلنا كنا بنشتغل بايدينا، فكنا يبقى في نظام زي محاكاه للشركات اللي بيحصل فيها البروسيس. وده كان بيفرق في الانترفيو في المقابله الشخصيه ان انت واخد تدريب وكورسات. حضرتك عارفه ان اي شركه عالميه حضرتك بتحاولي تخشيها، مش البروسيس ان حضرتك تخشيها او العمليه عشان الواحد يخشها، ما بتبقاش عمليه واحده بس او ما بيبقاش انترفيو واحد بس، بيبقى اكتر من انترفيو، اي كيو تيست، انجلش تيست. فهي كنا احنا بنعمل محاكاه حتى للطالب اللي هيخش فليكرز في المشاركه، بيعدي من بي اس تي وبعد كده بيخش انترفيو، عشان لو ما دخلش عندنا فهو بيستفاد ان دي البروسيس اللي بتحصل في الشركات العالميه. فهو ده اللي اهلني ان بعد ما اخلص اشتغل في شركه عالميه، شركه اتصالات عالميه. وبعد كده جات لي منحه معهد تكنولوجيا المعلومات الاي تي اي تبع الوزاره. هي ما بتاخدش يعني القسم بتاعي، قسم تامين المعلومات والشبكات اللي انا فيه، ما بياخدش غير 11 واحد بس، ومن 2006 ما خرجش غير 120 واحد. فبتبقى يعني فرص قليله. فهو ده الفكره، ان فليكرز عايزه كل واحد يبقى مؤهل ان هو يختار الفرصه، يبقى زي ما بيقولوا كده، يبقى جوب هانتر مش جوب سيكر، يبقى مؤهل ان هو يدور على وظيفه. انت مش بتبحث عن شغل، ولكن انت بتقتنص الفرصه الافضل. بالظبط. طب احمد، مده الكورس بيكون قد ايه، والواحد وهو في سنه كام في الجامعه بيتقدم لفليكرز ويبتدي يحاول ياخد الكورسات دي؟ لا، الطالب مجرد ان هو يلتحق بجامعه يعني ممكن من اول سنه. من اول سنه، انا السنه اللي فاتت انا في سنه ثانيه كمبيوتر ساينس، السنه اللي فاتت انا التحقت مع فليكرز وخدت كورس اداره اعمال، والسنه دي بقيت ممبر معاهم او عضو من السنه اللي فاتت يعني. طب انا لفت نظري في حاجه، ان انتوا عندكم محاذير في فليكرز، ممنوع الكلام في السياسه وفي الدين، واحنا دلوقتي بعد الثوره كل الناس بتتكلم في السياسه، اللي بيعرف فيها واللي ما بيعرفش، ليه بقى؟ عندنا حاجه اسمها اس بي ار، اللي هي سبورت بوليتيكال ريليشنز، لان الحاجات دي هي دي اللي ممكن تعمل تفرقه في التيم الواحد. يعني مثلا ممكن ابقى منحاز لفريق رياضي او منحاز لاتجاه سياسي او طرف ديني، فده ممكن يعمل يعني يدمر روح الفريق نفسها. ان ده حصل في مشاكل كتيره، وحصل بيحصل في المجتمع دلوقتي. فاحنا لازم نحط المحاذير ده عشان نبدا ماشيين بطريقه ناجحه عشان نكمل الهدف بتاعنا. طب انت مش شايف ان دي يعني، انا ممكن افهم في الدين بس يعني لانه موضوع حساس واحنا عندنا مشكلات كتير، بس في السياسه يعني ده جزء من تطور شخصيتك، جزء من 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 كيانك، من ثقافتك العامه وادراكك حتى وانت بتتقدم لوظيفه. اكيد تمام، بس الفكره ده مش التارجت بتاعنا او مش الهدف بتاع فليكرز. فليكرز كانت الرؤيه بتاعتها ان هي تبقى المحرك الاول والرئيسي ان هي تنمي الطلاب في المجتمع. هدفها مش سياسي ولا ديني ولا تتكلم في الرياضه، احنا هدفنا ان احنا ننمي فليكرز. فالتنميه دي هتيجي ان احنا نركز في الهدف بتاعنا، مش ان احنا نركز في اي حاجه ثانيه، خصوصا بعد الثوره كله بيتكلم في السياسه والرياضه، مجرد اسمع اهلي وزمالك في اي قعده خلاص القعده بتبوظ. فاحنا يعني صح، كان هدفنا ان احنا ننمي الفليكرز مش ننمي اي حاجه ثانيه. طب ايه اللي لسه حاسينه ناقصكم في فليكرز عشان تبقى افضل، تبقى اقوى، ونتقدم خدمات لعدد اكبر من الشباب، تتوسع اكتر يعني في تقديم الخدمه دي؟ احنا دلوقتي في فتره بنطور البرامج بتاعتنا عشان تكون مناسبه اكتر للشباب. ناقصنا ان احنا نزود عدد الناس اللي هتخش تاخد الكورسات. احنا السنه اللي فاتت كان مقدم معانا
حوالي 1700 واحد اللي خد الكورس 120، الكورسات 120 في الخمس مجالات، فاحنا كان بيبقى عندنا فرص مقيده لان الشركات اللي بترعانا كانت بتبقى ضعيفه، يعني شركات عالميه بس عددها قليل. عددها قليل لان احنا كنا لسه بادئين. السنه دي ان شاء الله متوسعين جدا في البرامج بتاعتنا، وهيبقى في برامج كتير اول مره تتقدم في فليكرز ان شاء الله. يعني بالتوفيق، مبادره رائعه وجميله، وشفنا النتيجه متميزه. بنتمنى لكم كل التوفيق. في النهايه بشكر احمد اشرف مسؤول الموارد البشريه في فريق فليكرز، وباسم ايهاب احد الاعضاء المؤسسين. بتمنى لك كل التوفيق في المنحه باذن الله. مشاهدينا نتحول بعد الفاصل لفقرتنا الحدثيه بعد قليل ومظاهرات اليوم، ابقوا معنا.